السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سامعيني؟ طيب وعليكم السلام. طيب، توكلنا على الله. معلش كان في لخبطة في الكونكشن، ما كنتش قادر أظبطها. فالمهم نتوكل على الله. عاوزكم تفتحوا المحاضرة اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، مش هقدر اظهرها دلوقتي قدامنا، ونتابع مع بعض صفحة بصفحة. تمام، فلو جاهزين يا ريت ارسلوا لي كده، اقولوا جاهزين علشان نبدأ نتوكل على الله على طول. جاهزين يا شباب؟ فتحتوا المحاضرة عندكم؟ تمام، توكلنا على الله. توكلنا على الله. فأول صفحة عندنا إحنا بنتكلم على موضوع مهم جدا. إيه هو؟ موضوع اسمه نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز. يبقى نجيب آخر كلمتين من على إيدنا اليمين. أنتي إنفلاماتوري دراجز دي في مركبات فيها ستيرويد نيوكليوس بنسميها ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري، وفي مركبات ما فيهاش ستيرويد نيوكليوس. فبنسميها ايه؟ نبدا بقى من الحروف اللي على ايدنا الشمال، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الادويه دي يا شباب موجوده بغزاره، بنستخدمها بغزاره. كويس؟ يا ريت يبقى عندنا فكره عن الحاجات دي، لان انتوا اكيد خدتوا من الادويه دي كتير، سواء انتوا في البيت، في العيله، في الوسط. فالادويه دي شائعه الاستخدام. نتوكل على الله. أول صفحة عندنا هتلاقوا فوق فوسفو ليبيد. فوسفو ليبيد، يلا نمشي مع بعض بقى سنة بسنة. فوسفو ليبيد دي بإنزيم اسمه فوسفو لايبيز اي 2، بي ال اي 2، اللي هو فوسفو. طيب الناس اللي ما وصلهاش المحاضرة يا ريت يتواصلوا مع زمايلهم يرسلوا لهم المحاضرة بسرعة كده. يعني هستنى كده 10 ثواني على ما ابعتوا المحاضرات لبقية شباب، لغاية هعيدها لكم تاني ان شاء الله، تبقى المحاضرة تحت ايدينا. بس ايه، نتحرك، لان احنا عندنا بكرة ان شاء الله في محاضرة الساعة يوم الخميس الساعة 11، هنراجع الكلام ده كله تاني ان شاء الله. طيب يلا شباب. فعندنا فوسفوليبيد، الفوسفولايبيز اي 2 بيتحول الى اراكيدونيك اسيد. انا عارف الكلام ده انتوا خدتوه في البايو كيمستري، بس احنا بنراجع عليه. هذا الاراكيدونيك اسيد لما امشي كده على ايدي اليمين بلاقي فيه انزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز. سايكلو اوكسجينيز اللي هو بين قوسين كوكس، سي او اكس، ده اختصار لسايكلو اوكسجينيز. ده بيحول الاراكيدونيك اسيد الى بروستاجلاندين اللي هي بين قوسين بي جي اس. طيب ده لو الاراكيدونيك اسيد ورحنا على ايدنا اليمين بنتعرض لانزيم اسمه سايكل اوكسجينيز بيبروديوس بروستاجلاندينز. طب لو رحنا من الاراكيدونيك اسيد نطلع فوق خطوه ونروح على ايدنا الشمال، هنلاقي فيه انزيم يا شباب انتوا عارفينه اسمه 5 لايبوكسجينيز. ده بيشتغل على الاراكيدونيك اسيد ويحولها الى ليوكوترينز. ليوكوترينز بوث بروستاجلاندين اند ليوكوترين ار انفلاماتوري ميديتور. طيب نبص على البروستاجلاندين كويس وننزل على الخريطه دي، بلاقي فيه سهم يمين بيقول لي هو البروستاجلاندين دي ضاره ولا مفيده؟ يا ترى البروستاجلاندين اللي بتطلع في اجسامنا هارمفول اور يوسفول؟ قال لك والله في بروستاجلاندين مفيده. اقري اللي على ايدك الشمال، بروستاجلاندين مفيده. ايه وجه فائدتها في جسمنا؟ قال لك ده في الاستومك، بروستاجلاندين في الاستومك بيقلل اتش سي ال سكريشن. ده واحد. كمان بتزود ميوكوزا البلاط، يبقى البروستاجلاندين عندنا في الاستومك مفيده، بتحمي الاستومك. كويس. ننزل على نمره 2، البروستاجلاندين في الكدني مفيده. ايه وجه افادتها؟ قال لك والله بتزود ار بي اف. ار بي اف يعني رينال بلاط فلو، بتزود رينال بلاط فلو، دي حاجه كويسه، دي حاجه بتحيي الكليه. غير كده كمان قال لك بتزود سولت اند ووتر اكسكريشن، يبقى البروستاجلاندين في الكدني لها فايدتين، بتزود رينال بلاد فلو
وبتعمل ووشنج اوت لسولت اند اند ووتر. طب ننزل بقى على نمره 3، البروستاجلاندين في البليتلت، الصفائح الدمويه لها فايده؟ قال لك اه والله لها فايده، بتزود بليتلت اجريجيشن. بروستاجلاندين في البليتلت نوع من انواع البروستاجلاندين اسمه الثرومباكسان اي 2، بيزود بليتلت اجريجيشن، علشان لو في جرحى او شيء من هذا القبيل لا يبدا النزيف يقف والحاله تبقى كنترول. طب تعالوا ننزل على نمره 4، البروستاجلاندين في اليوترس. في اليوترس ليها فايده؟ قال لك اه والله ليها فايده، قال لك بتسوي يوتراين كونتراكشن، بس خلاص بتسوي يوتراين كونتراكشن. طب استني بقى، هذا اليوتراين كونتراكشن بيساعد في حاجتين، في الليبر لو الست بريجننت كويس، او في المنستريويشن، لها دور في المنستريويشن. طيب اخر نقطه، البروستاجلاندين في السيمينال فلويد، في السيمينال فلويد، واول ما اكتشفوا يا شباب البروستاجلاندين اكتشفوه في السيمينال فلويد، وقال لك يا ترى ده طالع منين؟ قال لك من البروستات الجلاند، فقاموا مسمينها بروستا ايه؟ بروستاجلاندين. بعد شويه اكتشفوا ان هو موجود في كل مكان في الجسم، في اليوترس وفي البلاتلت وفي الاستومك وفي الكيدني والفاسكولار اندوثيليوم، وموجود في البرين، بيشتغل كنيورو ترانسميتر. ما علينا، المهم موجود في السيمن. ايه فايدته في السيمن؟ قال لك والله بيزود الفايابيلتي اند ترانسبورت والموتيليتي اوف ذا سبيرم. يبقى دي البروستاجلاند الطبيعيه في جسمنا، وهي وجه فايدتها. طب نطلع فوق ونروح على ايدنا اليمين، البروستاجلاند الضاره، الضاره دي بتسوي ايه؟ قال لك والله بتسوي بين، الم، بتسوي فيفر، ارتفاع في درجه الحراره، بتسوي انفلاميشن، بتسوي روماتيز. تعالوا نطلع نجيب الصفحه من فوق بقى تاني. يلا شباب نطلع فوق، انا هتخيل ان انا سامع صوتكم. ها، فوسفوليبيد، يلا امشوا معايا. فوسفوليبيد بواسطه انزيم اسمه ايه؟ فوسفولايبيز اي 2، كويس، يتحول لمين؟ لاراكادونيك اسيد، كويس. هذا الاراكادونيك اسيد لما نشتغل عليه بالسايكل اوكسجينيز بيطلع ايه؟ بروستاجلاندين، عظيم. البروستاجلاندين دي ضاره ولا مفيده؟ عرفنا مفيده على ايدنا الشمال وازاي تبقى مفيده، وعرفنا ازاي ضاره على ايدنا اليمين. طب نطلع تاني للاراكادونيك اسيد، لو اشتغلنا عليه بالفايف لايب اوكسجينيز بيسوي ايه؟ production of leukotriene which is the most potent inflammatory mediator. كويس، الصفحه خلصت، نحط بقى الفاين تاتش بتاعنا. نطلع عند الاراكادونيك اسيد يا شباب. اراكادونيك اسيد بواسطه انزيم اراكادونيك اسيد. اوكي يا ضي، انا هبقى معاكي كمان شويه. الاراكادونيك اسيد يا شباب بواسطة سايكل اوكسجينيز بيتحول لبروستاجلاندين. طب اطلعوا فوق كده وشوفوا الشباك ده، مين اللي بيبلوك السايكل اوكسجينيز؟ مكتوب نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، شفتوها؟ مش هتنقل من الخطوه دي الا لما ترد عليا. شفتوا النون ستيرويدال بتبلوك مين؟ ها، استنوا الردود يا شباب، بتبلوك مين؟ انزيم اسمه ايه؟ سايكل اوكسجينيز، صح كده، برافو عليكم. يبقى برافو برافو، تمام، اوكي، انا بطمن ان انتم مركزين معايا. يبقى النون ستيرويد، حد يقول لي ميكانيزم اوف اكشن حق العيله دي؟ الاجابه يلا، بتبلوك سايكل اوكسجينيز، كويس، فتمنع تحويل الاراكادونيك اسيد انتو بروستاجلاندين. حلوه قوي، حلوه قوي، ده الميكانيزم بتاع النون ستيرويد. طيب اتاملوا يا جماعه في البروستاجلاندين، في سهمين تحتها. لما اضرب البروستاجلاندين الضاره، شايفين الضاره اللي هي على ايدكم اليمين؟ يبقى البين هيختفي، يعني هتديني انالجيزك اكشن، انالجيزك تاثير مسكن. طيب وهتديني الفيفر، نقلبها، هنضيع الفيفر، يعني انتي بايوريتك. طب هتضيع الانفلاميشن، يبقى انت انفلاماتوري. طب هتضيع الروماتيزم، يبقى انت روماتيك. حلو قوي، نقف هنا يا شباب على الاربعه نقط دول 3 ثواني. لما اضرب البروستاجلاندين بره هتحقق لي الثيرابيوتيك يوز. يلا ترجموا الثيرابيوتيك يوز، امسك البين واقلبها، يعني ايه؟ انالجيزك، ننزل تحت خطوه، ها، انت بايوريتك،
انزلوا كمان خطوه انتي انفلاماتوري، انزلوا كمان خطوه انتي روماتيك. بالمناسبه دول الثيرابيوتيك يوزز نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، صح كده؟ برافو. طب روح على ايدكو الشمال، لما اضرب البروستاجلاندين المفيده، يلا ركزوا هنا معايا، لما اضرب البروستاجلاندين المفيده اسوي سايد افكت، صح كده؟ ما انا بدي دواء بيضرب الضار وبيضرب المفيد، لما يضرب الضار بيحقق لي ثيرابيوتيك جول، ثيرابيوتيك يوز، صح كده؟ طب لما اضرب المفيد، يلا نمسكها خطوه خطوه. لما اضرب البروستاجلاندين المفيده في الاستومك اسوي مريم، تمام؟ والناس كلها بتقول بيبتيك ألسر، صح؟ طب انزلوا على الكدني، لما اضرب البروستاجلاندين في الكدني المفيده بعمل ايه في الاسهم؟ اجلب الاسهم، يبقى الرينال بلاد فلو ايه؟ هيقل ويحصل سولت اند ووتر ايه؟ ريتنشن. برافو، يبقى دي سايد افكت. ممكن النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري تسوي يا جماعه رينال انجري، ايفن رينال فالير، صح كده؟ طيب انزلوا على البليتلت، لما اضرب البليتلت ترومباكسان اي 2 هضربه هيحصل سيوله، يحصل سيوله في الدم، ممكن يحصل بليدنج. طب لما اضرب البروستاجلاندين في اليوترس المفيده، ايه رايكم؟ حسب حاله الست، لو هي بريجننت وفي اخر التاسع، سبحان الله البروستاجلاندين دايما بتزيد في اليوترس في اخر التاسع وتبدا تنشيت الليبر، تساعد الليبر، يبقى ممنوع قد الواحده ست في الفول تيرم. كلمه فول تيرم يعني ايه؟ في اخر التاسع، في اخر الشهر التاسع ممنوع قديها ايه يا شباب؟ نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، لانها هتديلي الليبر، هتديلي الليبر. طب بصوا كده، لو واحده عندها منستريويشن، في من المنستريويشن يا جماعه بيبقى سبازمودك، سبازمودك يعني في سيفير سبازم في اليوترس، بنسميها سبازمودك ديسمنوريا، فيري بينفول، فيري بينفول. طب انا لو عاوز اعالج، ودي غالبا بتبقى في البنات وبتتحسن بعد المارج، طب لو انا عاوز البنت اللي هي عندها سيفير سبازم في اليوترس وسيفير بين، ايفن ممكن تدخل في فينتنج يغمى عليها من السيفيريتي بتاعت البين، عارفين اضيع البين ده بايه؟ اديها حقنه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، اديها حقنه فولترين وليكن، ماشي. طب ننزل على اخر نقطه يا جماعه، لو ضربت البروستاجلاندين في السيمينال فلويد كويس، هعمل ايه في السهم؟ اقلبه، خلاص تعالوا نقلب السهم. لو راجل بياخد نون ستيرويدال لفتره طويله، هنا هيبقى عنده ديكريز في الفيابيليتي والموتيليتي اوف ذا سبيرم، وممكن يدخل مننا في حاله اسمها ايه؟ انفيرتيليتي. انا هنا يا جماعه قلت اليوزس وقلت السايد افكت بتاع مين؟ بتاع النون ستيرويدال. انا ماشي ببطء شديد قوي في الصفحه الاولى، لان الصفحه الاولى فيها مفاتيح كل حاجه. طب انا عاوز اخد رايكم بقى يا شباب في موضوع معين. بصوا تاني على النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، شفتوا مكانها فين؟ فوق السايكل اوكسجينيز. طيب السؤال هنا، مين اقوى كانتي انفلاماتوري؟ نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ولا اطلعوا فوق خالص هتلاقوا الكورتيكوستيرويد؟ الكورتيكوسترويد يا شباب هتاخدوها ان شاء الله في سنه ثالثه في موديول الاندوكراين، كويس؟ الكورتيكوسترويد اللي هو الكورتيزون وعيلته بتبلوك فوسفولايبيز اي 2. طيب كورتيكوسترويد مرام، تمام. انا عاوز بقى حد يجاوب، ابعتوا لي اجاباتكم، مين اقوى كانتي انفلاماتوري؟ النون ستيرويدال ولا المجموعه اللي فوق اللي اسمها كورتيكوسترويد؟ انا مستني على ما تبعتوا لي الاجابات. مين اقوى كانتي انفلاماتوري؟ اقفوا هنا وتاملوا في المربع ده شويه كده. يا سلام يا سلام يا سلام، الاجابات ما شاء الله كل الناس بتقول الكورتيكوسترويد. ليه يا شباب؟ صح كده، الكورتيكوسترويد بتقفل السكه من فوق، صح؟ يعني هتمنع البروستاجلاندين والليكوتراين انها تطلع، صح كده؟ طب النون ستيرويدال بتضرب مين؟ بتضرب البروستاجلاندين، وسايبه مين على ايدكم الشمال شغال؟
سايبه مين على ايدكم شغاله؟ سايبه 5 لايب اوكسجينيز باس واي، صح كده؟ برافو برافو. ف نون سترويدال يا شباب سايبه الطريق اللي على ايد الشمال مفتوح، واحنا عارفين ان الليكوترين موست بوتنت انفلاماتوري ميديتور. يبقى طلعنا من الصفحه دي بالباس ويز دي مهمه نبقى فاهمينها، ونبقى فاهمين الكورتيكوسترويد هو الموست بوتنت انتي انفلاماتوري، لكن النون سترويدال لا انتي انفلاماتوري لا انتي انفلاماتوري. بصوا لي كده على البروستاجلاندين على ايدكم اليمين، فيها كام نوع؟ في نوع ضار وفي نوع مفيد، صح كده؟ صح؟ وجد ان النوع المفيد بيطلعوا نوع من السايكل اوكسجينيز اسمه كوكس واحد، لان السايكل اوكسجينيز هم بيدوروا الاول ثلاث انواع، كوكس واحد كوكس اثنين كوكس ثلاثه. تعالوا نركز في كوكس واحد وكوكس اثنين. السايكل اوكسجينيز ايزوزاين تايب 1 ده مفيد، بيطلع بروستاجلاندين مفيده. طب البروستاجلاندين الضاره بتطلع نتيجه شغل كوكس 2 سايكل اوكسجينيز ايزوزايم تايب 2. حلو حلو، الصفحه اللي فوق خلصت بالراحه كده، الصفحه اللي فوق مهمه لما افهمها كويس تقريبا 75% من الموضوع خلص. تعالوا ننزل على الصفحه الثانيه، ايه الفرق بين كوكس 1 وكوكس 2 بقى؟ ايوه يلا، قال لك كوكس واحد كونستيتيوتيف. يعني ايه كونستيتيوتيف؟ يعني جزء من تكوين جسمنا، كونستيتوانت عايش في جسمنا طبيعي، حلو كده؟ طب روحي على كوكس 2، قال لك انديوسد. انديوسد شفت انديوسد؟ انديوسد يعني مش موجود في جسمنا، بيطلع من الانفلاماتوري سيلز. يعني لو في انفلاميشن كوكس 2 يطلع، طب لو مفيش انفلاميشن في اي مكان في جسمنا كوكس 2 مش هيبقى موجود في جسمنا. دي نقطه جوهريه لازم نبقى فاهمينها، ايه الفرق بين كوكس 1 وكوكس 2؟ يلا يا شباب، كوكس 1 كونستيتيوتيف جزء من جسمنا عايش طبيعي معانا، طب كوكس 2 لا مش موجود في جسمنا طبيعي، بيحصل له اندكشن يعني برودكشن، يطلع فقط في حاله الانفلاميشن. اول نقطه صح كده. طب ننزل على النقطة الثانية، كوكس واحد لو أنا ضربته، لو أنا عملت له انهبيشن هسوي إيه؟ هسوي سايد افكت، صح كده؟ طب روحي على يمينك، كوكس اثنين لو أنا عملت له انهبيشن هسوي إيه؟ هسوي ثيرابيوتيك يوز. أيوه كده، كوكس اثنين انديوز لما بيبقى فيه انفلاميشن زي ما بعض الزملاء بيقولوا. برافو عليك، كويس أوي. الكلام خلص؟ نبدا ندخل بقى في الدرس بتاعنا. قال لك تعالي نتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. قال لك والله اول عيله طلعت اسمها نون سيلكتيف كوكس انهيبيتور. يعني ايه بقى؟ ذاكروا كده معايا اوعى حد يتوه. نون سيلكتيف كوكس انهيبيتور يعني هتضرب الكوكس واحد المفيد وهتضرب الكوكس اثنين الضار. حلو قوي، اساميهم ايه بقى؟ عندي عيله اسمها سلسلك اسيد ديريفاتيف. سلسلك اسيد ديريفاتيف اكزامبل اسبرين، يلا مشوا لسانكو اسبرين او صوديوم سلسليت. بالمناسبه الاسبرين زعيم قبيله النون سيلكتيف كوكس انهيبيتور، ده البروتوتايب. من تاني انا هقرا نون سيلكتيف كوكس انهيبيتور، يلا شباب نمره واحد، سلسلك اسيد ديريفاتيف اكزامبل اسبرين صوديوم سلسليت. طب العيله الثانيه اندول ديريفاتيف، اندول ديريفاتيف مشوا لسانكو، حاولوا تنطقوا وانتوا عارفين. اندول دريفاتيف اكزامبل اندوميساسين، اندوميساسين ثلاث مقاطع اندوميساسين. طيب ننزل على العيله الثالثه، فينايل اسيتيك اسيد، فينايل اسيتيك اسيد حاجه كده مصنعه من الخل، مصنعه على فكره كل العيله دي مصنعه في المعمل. اكزامبل ديكلوفيناك، ماشي لسانكو، ديكلوفيناك 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 انتوا عارفينه يا شباب في السوق اسمه فولتارين او ديكلوفين، كل شركه بتاخد الديكلوفيناك وبتصنع بروده وبيبقى لها حقيه ملكيه فكريه فبتسميها باسم مختلف. طيب العيله الرابعه بروبيونيك اسيد ديريفاتيف، بروبيونيك اسيد ديريفاتيف اوبيو بروفين، اوبيو بروفين اسمه في السوق بروفين، اسمه كده في السوق بروفين،
والشركة المكارة مسمياه بروفين علشان الناس تفكر ان ده مورفين، لكن ده مش مورفين خالص، ده حاجة مصنعة في المعمل من البروبيونيك اسيد اسمها اوبيو بروفين. يعني بيسوي ادكشن؟ لا ما بيسويش ادكشن. اكزامبل اوبيو بروفين اند كيتو بروفين، كيتو بروفين اسمه في السوق كيتو فان، كيتو فان مشهور جدا يا شباب. طيب اخر عيله بقى بايرازولون ديريفاتيف، بايرازولون ديريفاتيف، بايرازولون ديريفاتيف. انا اساسا بحب اسمي العيله دي عيله المجرمين، مجرمين. هقول لك ليه. اكزامبل فينايل بيوتازون، فينايل بيوتازون على فكره الدواء ده قوي جدا، بس عيبه بيسوي بون مارو ديبريشن. بون مارو ديبريشن العيله دي، فهي عيله قويه لكن السايد افكت حقها بيخليني اخاف استخدمها. فينايل بيوتازون واذا بروبازون، اذا دواء مؤذي، اذا بروبازون. لكن هتقولي لي انتي بايريتك، اقول لك ده انتي بايريتك محترم. هتقولي لي ده انالجيزك، اقول لك محترم. هتقولي لي انتي انفلاماتور، اقول لك حاجه من النوع النظيف ما شاء الله عليهم. بس عيبهم انت بقى كدكتوره انت بتوزني الامور، دايما بوزن البنفيت اجينست اللوسز. العيله دي فرصه انها تسوي بون مارو ديبريشن عاليه، فبنخاف نستخدمها، عمال على بطال يا شباب. جميل، تعال بقى للعيله الثانيه اسمها بريفرنشالي سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. لو طلعت فوق للجدول الفرق بين كوكس 1 وكوكس 2 بتلاقوا ان انا بحب اضرب كوكس 2 اكتر. العيله الاولانيه عندنا اسمها نون سيلكتيف كوكس انهبيتور، كويس. العيله الثانيه اسمها بريفرنشالي سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. معنى الكلام ده ايه يا شباب؟ ان العيله دي بتضرب كوكس 2 اكتر ما بتضرب كوكس 1. يبقى عاوز يقنعني ان السايد افكت حقها هتبقى ايه؟ اقل من النون سيلكتيف. حلو قوي. اسميهم ايه بقى؟ اوكسي كام، اوكسي كام دي العيله. طب ما تديني اسماء الممبر. عندي بايروكسيكام، بايروكسيكام، ميلوكسيكام. تعالوا ننزل بقى لاخر عيله اسمها سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. العيله دي بتدخل تضرب كوكس 2 اللي فوق في الجدول على ايدنا اليمين اللي هو بيسوي لنا بين وفيفر وانفلاميشن وروماتيزم. العيله دي اسمها سيلي كوكسيب وروفي كوكسيب. بتلاحظوا ان مقطع كوكسيب شغال معايا، سيليكوكسيب وروفيكوكسيب. يبقى احنا طلعنا من الصفحه دي يا شباب بالاتي: ايه الفرق بين كوكس 1 كوكس 2؟ كويس، عرفنا مين هم كلاسيفيكيشن اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. كويس، تعالوا ندخل على الصفحه الثالثه: مولوكولار ميكانيزم اوف اكشن اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. معنى العنوان ده يا شباب، انا قلت في الصفحه الاولى انها بتسوي ايه؟ انالجيزيك، انالجيزيك، انتي بايريتيك، انتي انفلاماتوري، اند انتروماتيك. ازاي بقى بتسوي الكلام ده؟ فعندي في الصفحه الثالثه ازاي النون ستيرويدال بتسوي شغلها. قال لك والله بتسوي انالجيزيك افكت نون سبيسيفيك بوكس. لا، مش سيلكتيف كوكس انهبيتور هي المجرمين، لا يا جماعه. ارجعوا كده معايا على السلايد او الصفحه نمره 2. في النون سيلكتيف كوكس انهبيتور العيله نمره 5 اسمها بايرا زولون ديريفاتيف، بايرا زولون ديريفاتيف. اكزامبل فينايل بيوتازون. البايرا زولون ديريفاتيف فرصه انها تسوي ريبيتيشن عاليه، لكن هي ادويه قويه بس بخاف استخدمها. يعني الواحد لو بيدي حقنه من العيله دي لاي بيشنت بيبقى ماسك قلبه ويقول يا رب يستر. نرجع تاني للصفحه الثالثه. ايش الفرق بين المجموعه الثانيه والثالثه؟ هرجع تاني لصفحه نمره 2. المجموعه نمره 3 بتضرب كوكس 2 بس. طب اطلعوا خطوه كده للمجموعه اللي في النص نمره 2، بتضرب كوكس 1، بتبلوك كوكس 1 وكوكس 2. بس بتبلوك كوكس 2 بكميه اكبر. وصلت؟ يعني هي حاجه كده زي البارشال اجونست يا جماعه.
يعني هي بتشتغل يمين وشمال، بس شغلها مركزه في اليمين اكتر، اللي هو بوكس 2 اكتر. طيب نرجع، تمام. طب نرجع تاني على الصفحه نمره 3 دي يا شباب. ازاي النون ستيرويدال بتسوق انالجيزك اكشن؟ وكون انها بتسوق انالجيزك، احطها فين كلمه انالجيزك؟ في اليوز ولا السايد افكت؟ لا في اليوز. قال لك والله بتنهبت كوكس، طبعا بتنهبت كوكس ايه؟ واحد اثنين، كويس. فتقلل بروستاجلاندين سينسز، صح. فتقلل بريفرال نيرف ستيموليشن باي برادكاينين اند انترلوكين اند تيومر نكروزس فاكتور الفا. اقروا معايا كده الثلاث كلمات اللي على ايدكم اليمين من تحت يا شباب. في حاجات انفلاماتوري ميديتور في جسمنا اسمها برادكاينين وانترلوكين وتيومر نكروزس فاكتور الفا، دي بتروح على البريفرال نيرف وبتسوي لها ستيموليشن. البروستاجلاندين بتساعدها، بتعمل لها بوتنشيشن، بتزود حساسيه النيرف ليها. طب انا لما اضرب البروستاجلاندين اقلل، يلا ذاكروا شغلوا عينيكم على طول على السطر، بتقلل بريفرال نيرف ستيموليشن. مين اللي بيسوي هذا الاستيموليشن؟ انفلاماتوري ميديتور زي ها مش لسانكو، ذاكروا بصوت عالي وانتوا قاعدين في البيت، اسمها برادكاينين انترليوكين اند تيومر بروزس فاكتور الفا. طيب عرفنا ولله الحمد ازاي بتسوي انالجيزيا، انالجيزيا يعني تاثير مسكن. طب ازاي بتسوي انتي بايريتك اكشن؟ قال لك والله بتنهبت كوكس. على فكره الميكانيزمات سهله، نون ستيرويدال عيني على الكوكس، انهبت سايكل اوكسجينيز، انهبت سايكل اوكسجينيز فتقلل بروستاجلاندين اي 2، وده نوع من انواع البروستاجلاندين، كويس. فتسوي بريفرال فازو دايليتيشن، في دي يعني فازو دايليتيشن. لما يحصل في البريفرال تيشوز عندنا فازو دايليتيشن والسكين بلاد فيزل تبقى دايليتد، يبقى فرصه العرق هتزيد، بيزود السويتنج، ولما السويتنج يزيد هيزيد الهيت لوس، كويس. يبقى عرفنا ازاي انها بتسوي ديكريز في البودي تمبريتشر اف ات هاي، انها بتسوي بتنهبت الكوكس وتسوي بريفرال فازو دايليتيشن فتسوي زياده في السويتنج. طيب طبعا العرق لما بيطلع بيسحب من حرارتنا، من حراره الجسم علشان يتبخر، فالبودي تمبريتشر تبدا تقل. طب يا ترى ازاي هو انتي انفلاماتوري؟ قال لك لثالث مره، انهبت سايكل اوكسجينيز فتقلل بروستاجلاندين. حسيتوا ان السطر ده بيتكرر معايا في كل الكلام. فتقلل ريسبونس تو انفلاماتوري ميديتور زي البرادكاينين ليوكوتراين هيستامين. بتستابلايز لايزوزوم الممبرين. انتوا عارفين يا شباب ان في جوه الخليه حاجه اسمها لايسوزوم. لايسوزوم لو في انفلاميشن هذه اللايسوزوم بترابشر. طب اللايسوزوم جواها ايه؟ بروتيوليتيك انزايم، من اسمها بروتيوليتيك يعني بتساوي ايه في البروتين، بتساوي ايه في التشو لايسز. فلما بعمل ستابلايزيشن اوف ذيس لايسوزومال ميمبرين هقلل ريليز اوف بروتيوليتيك انزايم، كويس. يبقى الثلاث مربعات اللي فوق ان العيله دي بتساوي انالجيزيك انتي بايريتيك انتي انفلاماتوري اند انتروميتيك، والاربعه دول يا شباب بحطهم فين؟ في اليوزز. ان بي تبقى عارفينها، الاسبرين اللي هو زعيم العيله، ها الريفرسابلي انهبت سايكل اوكسجينيز، يعني لو مسك في السايكل اوكسجينيز بيسوي الريفرسابل اسيتايليشن، الريفرسابل انهبيشن، يبقى هيمسك في الانزيم مش هيسيب. طب تعالوا نلاقي بقى باقي العيله بقى. اذر نون ستيرويدال ريفرسابلي انهبيت سايكل اوكسجينيز، يعني تعمل له انهبيشن لفتره وترجع تسيبه في حاله تاني. دي نقطه. النقطه الثالثه، موست نون ستيرويدال ار ايكوالي انالجيزيك، يعني تقريبا كلهم نفس القوه التسكينيه، ما فيش فيهم واحد مميز عن الثاني. بات ديجري اوف انتي انفلاماتوري اكتيفيتي فارز، يعني هم كلهم تقريبا نفس التاثير المسكن، لكن مين كاقوى كانتي انفلاماتوري؟ قال لك اندوميساسين والبيروكسيكام سترونجلي انتي انفلاماتوري، نابروكسين والاوبيوبروفين ار مودريتلي انتي انفلاماتوري. طيب
تعالوا بقى نتكلم على شيرد سايد افكت اوف نون ستيرويدال، صفحه نمره 4، مهمه قوي يا شباب. على فكره انتوا حافظينها، اوعوا تخافوا، انا هخليكم انتوا اللي تقولوها. كل النون ستيرويدال، عيله النون ستيرويدال ايه بتشترك في مجموعه من السايد افكت ايه هم؟ طيب بعد كده كل واحد يبقى له سايد افكت خاصه بيه. ايه الشيرد بقى؟ سايد افكت، عرفت تقولي في الجي اي تي؟ بصي احنا في صفحة 4 صح؟ طب اطلع كده هاتي لي صفحة 1 تاني. شفت كوبس 1 المفيدة؟ شفت تحتها كام ايتم؟ استومك، كيدني، بليتلت، يوترس، سيمينال فلويد، صح كده؟ طيب انا هبدأ اضرب البروستاجلاندين المفيدة فيهم يا شباب والف بقى، صح كده؟ طيب نرجع تاني لصفحة 4. ايه رأيكم النون ستيرويدال تساوي ايه في الجي اي تي؟ في اي مكان بنحط ايه؟ زهقتوا منها ولا لسه؟ نوزيا وفومتين، الحمد لله. طب انا لما ازود اتش سي ال واقلل ميوكوزا البلاد فلو في الاستومك هيسوي جاسترايتس، هيسوي بيبتيك ألسر. طيب قال لك الازابروبازون، ازابروبازون واضح من اسمه انه مؤذي. بايروكسي كام الهايست ريسك؟ ديكلوفيناك اللي هو الفولترين، نابروكسين لور ريسك، ايبوبروفين اللي هو البروفين اقلهم في هذا الجي اي تي ترابل. كويس، يبقى سمعوا لي الجي اي تي ترابل نوزيا فومتنج دي بتقولوها في اي مكان، جاسترايتس بيبتيك ألسر، ده كلام منطقي جدا. نمره 2 زهقتوا منها ولا لسه؟ هايبر سنسيتيف رياكشن، صح؟ طب تعالوا على الكيدني، ايه رايكم بقى؟ هقلل ار بي اف، ار بي اف يعني ايه يا شباب؟ رينال بلاد فلو، هقلل رينال بلاد فلو صح؟ وممكن تسوي انالجيزك نفروباسي، انالجيزك نفروباسي. كلمه نفروباسي يعني ايه؟ روح اقف عليها واقطعها نصين واقريها من اليمين للشمال، بتسوي باثولوجي في الكدني، وممكن تدخل العين في رينال فيلير. بعد كده بتسوي زياده في السولت اند ووتر ريتنشن، يعني ايه ديما؟ ممكن تسوي ديما سولت اند ووتر ريتنشن. عرفتوا جايه منين هذا السايد افكت؟ عشان كده يقول لك لو عيان عنده هارت فيلير او عيان عنده هيبرتنشن بلاش تدي له نون سترويدال. وانت تبقى رب يا ترى ليه؟ الاجابه تحت ايه ده؟ لان النون سترويدال بتسوي سولت اند ووتر تنشن وتورس الحاله. طيب تعالوا على نمره 4، اعمل ايه في البليتلت اجريجيشن؟ البروستاجلاندين بيزود بليتلت اجريجيشن، نون سترويدال هنقلب الكلام. النون سترويدال بتساوي ديكريز بريتلت اجريجيشن فتعمل سيوله، ممكن تعمل بليدنج، بليدنج كويس برافو. طب تعالوا ننزل على اليوترس. لو الست في اخر التاسع ها ممنوع اديها مهما كان عندها صداع او كان عندها الم وانفلاميشن في ركبتها، ها ممنوع اديها نون سترويدال. ليه؟ لانه هيجي على اليوترس هيضرب الكوكس هيمنع البروستاجلاندين هايبرولونج بريجنسي ويديلي سبونتينيوس ليبر، صح الكلام؟ شباب ردوا معايا كده علشان احس بتفاعلكم. ردوا معايا كده، انتوا انها بتبرولونج البريجنسي وديلي الليبر، كلام منطقي جدا ولوجيك، صح كده؟ اوعى حد منكم يغلط الغلطه دي وتديله تجي لها ست مثلا في اخر ال في اخر التاسع ايا كان السبب بقى، ركبتها بتوجعها، عندها سيفير هيدك، ممنوع اديها نون سترويدال. طب قالوا النقطه الاخيره هتسوي ايه في الميل فيرتيليتي؟ هتزودها ولا هتقللها؟ لا هتقلل بروستاجلاندين في السيمينال فلويد بتقلل ميل فيرتيليتي، عظيم. يبقى صفحه نمره 4 دي يا شباب اسمها شير سايد افكت اوف نون سترويدال، عظيم. ديلي ليبر يعني ايه؟ يعني بدل ما الست تولد في اخر التاسع ممكن الولاده تتاخر اسبوع او اتنين كمان، متخيله؟ طيب هو تولد بعد شهر فرضا جدلا يعني، هتقولي طيب ما دي حاجه كويسه، اقول لك لا ممنوع طبعا. الست لما ميعاد ولادها يجي ولادتها تيجي المفروض لازم تدخل في ولاده. ولا هعيد لكم نمره 5 تاني،
في اليوترس يا جماعة، لو ضربت البروستاجلاندين وكانت الست دي في آخر التاسع مش هتولد في ميعادها، ممكن تولد بعد أسبوعين ثلاثة، دي اسمها ديلي ليبر، مش هتولد في ميعادها، هتولد بعد ميعادها. هتقولي دي حاجة كويسة؟ أقول لك لا خالص. ليه؟ ليه بقى؟ لأن كل لما الطفل يفضل في بطن أمه بعد ما يبقى مطيور حجمه هيزيد، حجمه هيزيد، الولادة هتبقى صعبة، غير كده ممكن يبدأ يحصل كالسيفيكيشن في البلاسينتا، فكمية البلاسينتا البلاد فلو للبيبي هتقل، فالطفل يدخل في ستريس ايفندس. هتاخدوا الكلام ده الله في الاوبي جاينا، بس انا بقول لكم كده سيمبل سبيكينج، ان ما احبش الست تتاخر عن ميعاد ولادتها. كلمه ديلي ليبر يعني بدل ما تولد في الشهر التاسع لا هتولد بعد كده. طيب سهل الكلام، نتحرك على اللي بعدها بقى. يلا يا جماعه اديني ربطكم كده، حسسوني ان انتوا فايقين معايا. شباب انتوا رحتوا فين؟ تمام. يلا ندخل على الصفحه نمره 5. اوكي الله يبارك فيكم، يلا يلا ركزوا كده وتفاعلوا يا شباب، وبعدين ايه، طالما ان انتوا قاعدين في البيت اتكلموا بصوت عالي، يعني قولي اسم الدواء بصوت عالي، ذاكري بصوت عالي. خلصنا الخطه العامه، تعالوا ندخل بقى في نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري النون سيلكتيف. تمام ماشي يا مرام، نبدا بقى نمسك في الزعيم بقى، نمسك في الزعيم اللي هو السلسليت. قال لك السلسليت دي derivative of salicylic acid. جميل، مين الزعيم بقى اللي طالع من عيله السلسليك اسيد؟ اسبرين. الاسبرين عباره عن اسيتيل سلسليك اسيد، يعني سلسليك اسيد يا شباب وحطوا عليه اسيد. وعندي كمان دواء derivative من العيله دي اسمه صوديوم سلسليت. حلو قوي. قال لك سلسليك اسيد شخصيا از irritant، ممنوع ادي العيان سلسليك اسيد اورالي، كده انت هتحرقي له الاوروفارنكس، هتحرقي له الاسوفاجس، لكن الجرافيتي في حجمها اسيد، ده راجل اسيد صح كده؟ اسيد. لكن لما بيدخلوه بيعملوه في المعمل بيقللوا الاسيديت الرهيب بتاعته. فقال لك سلسليك اسيد از ايريتنت يوزد توبيكالي موضعيا، توبيكالي يعني ايه؟ موضعيا از كرياتوليتيك. بصوا على كلمه كرياتوليتيك وقفوا عندها شويه. كرياتوليتيك يعني ايه؟ احنا اتفقنا لما الكلمة تطول وتكبر عليا بعمل فيها ايه؟ بقطعها واقراها من اليمين للشمال. كرياتوليتك يعني بتسوي لايسز، ليتك بقى لايسز اهي للكرياتين. مين هو الكرياتين؟ اللي هو موجود في جلدنا. طب انا بحب اسوي لايسز للكرياتين في حالات ايه؟ اقري بقى كرياتوليتك فور تريتمنت اوف وورت. وورت اللي هي عين السمكه، ده نوع من انواع الفيرال انفكشن اللي بتيجي في الجلد. اند كالوز دي اللي هو ايه؟ ساعات بيجي في صباع الرجل الصغير، ها؟ لو حد بيلبس شوز ضيق لفتره طويله تلاقي الكرياتين في المنطقه دي تزيد. يجي يلبس الشوز يعمل سيفير بين في صباع البني ادم ده، فبنسميها كالوز. وصلت؟ طيب الكايناتيك بقى بتاعت الاسبرين، ها؟ اطلعوا فوق كده في الباراجراف اللي هو تحت كلمة سلسليت. حد شاطر لاحظ كلمة هشد منها طرف الخيط وألف الكاينتك؟ حد يرد معايا كده يا شباب؟ لاحظتوا حاجة كده بعينيكوا لفتت نظركوا في الاسبرين؟ ها؟ مش شايف ردود. اساعدكم، الاسبرين اسيدك، حلو كده بقى؟ اسيدك، ما هو ابوه اسمه سلسليك اسيد صح؟ فالاسبرين اسيدك. نرجع بالذاكره كده للجنرال، فارماكولوجي، فاكرين يا شباب كنا بنقول اسيدك دراج بيمتص منين؟ برافو عليكي راندا. اسيدك دراج بيمتص من الاستومك اند ابر سمول انتستين، برافو عليكي. طب بيمتص من الاسيدك ميديوم، طب لو في الكدني تحب نخرجه في انهي ميديوم؟ اسيدك ولا الكلاين؟ انا عاوز اتكلم على كاينتيك. فقال لك والله الدواء ده اسيدك فبيمتص، برافو، بيمتص
من الاستومك اند ابر انتستين، بيخرج في الكلاين يورين. برافو عليكم، برافو عليكم كلكم، بتجاوبوا صح. بيخرج في الالكلاين يورين زي ما احنا عارفين في حاله التوكسيستي. طب لو واحد بياخد اسبرين يا جماعه، اسربيك الدوز اهو مش توكسيك دوز، وتحب يشرب الاسبرين ده، ياخد الاسبرين ده ببيبسي ولا بكوكا كولا احسن؟ الاجابه اوعي تدي حاجه الكلاين ورا الاسبرين في الاستومك، اوعي تدي حاجه الكلاين، صح كده؟ لان هذا الالكلاين هيسوي ايونايزيشن. برافو عليكم، برافو عليك. رهف قالت لا، ادي له ميه او اي شيء حامض. برافو عليك يا اولاد. اقرا معاكم بقى، يلا تاني. يا سلام غيداء، برافو عليك. يلا هنقرا الكايناتك، انتوا جاهزين؟ يلا. قال لك ابزوربد من الاستومك اند ابر سمول انتست، صح. ديستريبيوتد اول اوفر، كويس. بايند تو بي بي، بتمسك في البلازما بروتين. بتكروس بلاد برين بارير، كتر خيرها. بتتكسر ان ذا ليفر باي اسيتايليشن. بتخرج في اليورين. وقلت لك الكالينايزيشن اوف يورين بتزود الرينال ايه؟ اكسكريشن، والكلام منطقي، انتوا اللي الفتوه. تعالوا بقى نتكلم على الفارماكولوجيكال اكشن، بيساوي ايه في الجسم؟ بيساوي الرباعيه اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. حد فاكر ايه الرباعيه؟ اقروا كده معايا وعلوا صوتكم في البيت. واحد بيساوي انالجيزيا، ايوه. اثنين انتوبيريتك، ثلاثه انتي انفلاماتوري، اربعه انتروماتيك. حلوه قوي. طب ايه رايكم في الاربعه ايتم؟ انالجيزك، انتبيوتيك، انتي انفلاماتوري، انتروماتيك. اشيلهم كده هيله ميله واحطهم فين يا شباب؟ احطهم في اليوزيس، صح كده؟ في اليوزيس. طب ندخل على نمره خمسه، بيساوي ايه في البلاد؟ كله يركز بقى معايا لان المعلومه دي مهمه. قال لك والله سمول دوز اللي هي من 75 ل 150 مللي جرام بير دي. 75 اضرب في 2 150 مللي جرام بير دي، اقعد اقوله جرام مللي جرام، بيعمل ريفرسبل انهبيشن اوف بليتلت توكس. ريفرسبل انهبيشن اوف بليتلت سايكلو اوكسجينيز. فات انهبت ثرومباكسان اي 2. كلمه تي اكس اي 2 اسمها ثرومباكسان اي 2. ثرومباكسان اي 2 يا شباب نوع من انواع البروستاجلاندين، بيطلع من البليتلت وبيسوي زياده في البليتلت اجريجيشن. انا لما بضرب هذا الثرومباكسين اي 2 بسوي ديكريز البليتلت اجريجيشن. كون ان انا اسوي ديكريز البليتلت اجريجيشن دي ميزه ولا عيب؟ حد يرد عليا. لما اضرب البليتلت اجريجيشن عند الانسان ميزه دي ولا عيب؟ في ناس قالوا ميزه، في ناس قالوا عيب. رهف قالت على حسب، في ناس قالوا عيب عيب. الإجابة صح بقى؟ على حسب، على حسب، تمام. يعني لو عيان يا شباب عنده تصلب في الشرايين، بحب أديله كل يوم أسبرين إن سمول دوز من 75 ل 150 مللي جرام بير داي، علشان أقلل البليتلت أجريجيشن، علشان أعمل له بروتكشن من الجلطات، صح؟ يبقى دي ميزة أحطها في اليوز. لكن لو واحد ما عندوش تصلب شرايين كويس، اثيروسكلروسس، واديته اسبرين لسبب او لاخر، هضرب عنده البليتلت اجريجيشن، اقلل البليتلت اجريجيشن، فممكن يدخل مني في ايه يا شباب؟ في بليدنج. بقت المعلومه نمره كام؟ اللي هي في نمره، انا في صفحه نمره خمسه، والمعلومة نمرة خمسة، الإفكت على البليتلت بيقلل بليتلت أجريجيشن، ممكن تبقى ميزة، ممكن تبقى عيب. برافو. طيب تعالوا بقى على المعلومة نمرة ستة، الأسبرين بيسوي إيه في اليوريك أسيد؟ قال لك والله حسب الدوز. قال لك سرابيوت الدوز، يعني عيان هياخد من 1 ل 2 جرام، خلي بالك ده المرات جرام مش مللي جرام، بيقلل يوريك اسيد اكسكريشن. احفظوا الارقام دي، من 1 ل 2 جرام بير دي يعمل يوريك اسيد ريتنشن، يورس الجاوت، يسوي هايبر يوريسيميا. طيب ننزل على لارج دوز، لارج دوز اكتر من 5 جرام بير دي، 5 جرام دوز عالي قوي يا شباب، دوز عالي قوي،
لو القرص الاسبرين 300 مللي جرام، احنا بنتكلم في عيان هياخد 15 قرص في اليوم. لا لا لا، كتير جدا. قال لك لارج دوز بتزود يوريك اسيد اكسكريشن. بس ايه رايك الدوز دي؟ هتقولي لا ده حاجه كويسه، طب ما تيجي نديها العيان عنده جاوت. عنده جاوت يعني عنده زياده في اليوريك اسيد في البلاد. اقول لك ليه؟ ليه انت عاوزه تدي 5 جرام او اكتر في اليوم للعيان ده؟ هتقولي لي علشان ازود اليوريك اسيد اكسكريشن. هقول لك تمام، بس الدوز العاليه دي هتسوي ايه في المعده؟ هتسوي ايه في الكدني؟ لا، السايد افكت بتاعت الدوز العاليه دي العيان كان لوريد. وصلت؟ طيب يبقى الافكت على اليوريك اسيد حسب الدوز يا شباب. سيرابيك الدوز اللي انا بستخدمها كانالجيزك، انتيبايوتيك، انتي انفلاماتوري، انتي روماتيك، بتسوي يوريك اسيد ايه ريتنشن اكتر من 5 جرام، ودي دوز عاليه جدا وهتسوي سايد افكت ما فيش كلام، بتسوي يوريك اسيد اكسكريت. تعالوا بقى مرام بتسأل يعني هو الاسبرين كده كويس في الجوت؟ الاجابه كويس، بس مش هقدر اديه خالص خالص. ليه؟ لان انا علشان اديه في الجوت محتاج ادي العيان اكتر من 5 جرام في اليوم، الدوز عاليه جدا، العيان هيدخل منه في سايد افكت مش هيتحملها. وعندي ادويه تانية في علاج الجوت احسن، ماشي؟ عندي ادويه تانية احسن، لكن اسبرين تبقى قاعدة عامة في دماغنا كده، اسبرين في الجوت لا نبعد عنه. وصلت؟ يعني لو انا عندي جوت لا مش هديله اسبرين ولا هقرب منه اسبرين خالص يا شباب. ناخد الاسترابيتك يوزز ونكتفي كده النهارده. نكمل بكره ان شاء الله، احنا عندنا بكره محاضرة الساعة 11 ان شاء الله. طيب استرابيتك يوزز، حد يقول لنا اربعة وانتم مغمضين من غير ما تبصوا؟ فاكرين يا شباب؟ هاتوا معايا كده صفحة نمرة كام؟ نمرة كام؟ صفحة نمرة واحد. بص على البروستا جلاندن الضارة بتسوي ايه؟ بين فيفر انفلاميشن روماتيزم، صح كده؟ طب تعالوا نقلب الكلام، انا هدي نون ستيرويد الحضرة بوكس، يبقى هتسوي ايه؟ انالجيزك انتي بايريتك انتي انفلاماتوري انتي روماتيك تعيش. يبقى انا عندي هرجع لصفحة ستة تاني. ثيرابيوتيك يوز، يلا يا شباب الكلام سهل احفظوا وانتوا قاعدين، بعد ما نخلص المحاضره ان شاء الله تاخدوا بريك 3 دقائق كده وترجعوا تذاكروها وتقضوا عليها خالص تماما، ما تقعدوش تبصوا فيها تاني. والله بديها انالجيزك في المالد ومودريت بي، والله بديها انتي بايريتك للعيانين اللي هم اكتر من 20 سنه، ماشي؟ بديها انتي انفلاماتوري اكزامبل في الاوستيو ارثرايتس او مايوسايتس. اوستيو ارثرايتس ليش اكتر من 20 سنه؟ طولي بالك 3 دقايق هقول لك، انا ما كنتش عاوز اقولها النهارده، اقولها في المحاضره الجايه، بس ايه طالما ان انت سالتي انا هقول لك، بس طولي بالك 3 دقايق. انتي انفلاماتوري زي اوستيو ارثرايتس ومايوسايتس، حد عارف يعني ايه مايوسايتس؟ بسيطة خالص، هقطعها واقراها من اليمين للشمال. ايتس انفلاميشن في المصل، مايوسايتس انفلاميشن في المصل. طيب تمام. تنفع اديها كانت روماتيك؟ ايوه. روماتويد ارثرايتس؟ ايوه. روماتيك فيفر؟ ايوه. قال لك بس الصوديوم سلسليت شود بي افويدد اف ذير از روماتيك ارثرايتس. ارجعوا تاني وتأملوا في كمال كلمة صوديوم سلسليت. ها. تأملوا قوي في الصوديوم. في قانون هتاخدوه السنة الجاية إن شاء الله يا جماعة في الكارديو. أي عيان كاردياك، أي عيان كاردياك ممنوع اديله صوديوم. أي عيان كاردياك، هارت فيلير، هايبر تنشن، أريزميا، أنجينا، الكلام ده كله، أي عيان كاردياك لا ما بحبش أديله حاجة فيها صوديوم. فلو في قال لك العيان جاله روماتيك كارديتس انفلاميشن في الهارت نتيجه روماتيك فيفر، بلاش صوديوم سلسليت، امال ادي ايه واتصرف ازاي؟ خلوا بالكم دي اسئله البروجريس تيست و
لا اديله اسيتيل سلسليك اسيد. اوكي. قال لك انا في صفحه 6 الاستخدام الخامس بروفلاكتيك تريتمنت، بروفلاكتيك وقايه للعيان اللي عنده كوروناري هارت ديزيز. يعني عنده اثيروسكلروزس يا جماعه في الكوروناري. بخاف عليه يدخل مني في مايوكارديال انفاركشن. بديله حاجه تقلل بليتلت اجريجيشن. وكمان بوست اوبرتيف ديب فينس ثرومبوزس، دي في تي يعني ديب فينس ثرومبوزس، ادي اسبرين لو دوز. كام؟ ارجع بالذاكره كده 75 اضرب في 2 150 مللي جرام بير دي. طيب نمره 6 فاسيليتيت كلوجر اوف بيتنت داكتس ارتريوزس. ايه معنى الجمله دي؟ طب ايه كلمه داكتس ارتريوزس؟ داكتس ارتريوزس سمعت عليها يا شباب؟ سمعت عليها في الامبريولوجي في الاناتومي؟ حد يجاوب كده علشان اعرف كده الدنيا فيها ايه. داكتس ارتريوزس يعني ايه؟ ما سمعتوش عليها، ما سمعتوش عليها، ما سمعتوش. طيب اديكم فكره بسيطه كده لغايه لما تاخدوها في الامبريولوجي ان شاء الله. بصوا يا شباب، البيبي في الانترايوتراين لايف كويس، ما بيتنفس صح كده؟ ما بيتنفس. هتقولي اللهم اللي هو الدم بيجي له منين؟ طيب الدم بيجي له من الامبلايكال كورد، عارفه الحبل السري بين البيبي وامه. طبعا الامبلايكال كورد اللي ماسك في البلاسينتا، والبلاسينتا دي ماسكه في الول اوف ذا يوترس. فسبحان الله الدم بيجي من الول اوف ذا يوترس بتاع الام البلاسينتا ويقوم داخل في الامبلايكال كورد ويقوم داخل للبيبي. فطالما البيبي جوه ما بيتنفسش، طب ما لازم الدم هيروح لللنج. فربنا سبحانه وتعالى بقى عامل حته ضغط صغير، بلاد صغير كده ماسك ما بين الاورطه والبلمونري ارتري. الاورطه اللي طالعه من الهارت الفنتركل، والبلمونري ارتري اللي بيودي دم لللنج. ربنا بيودي لللنج بتاعت البيبي دم. سبحان الله. ليه؟ علشان يحصل له ماتيوريشن. اللنج يحصل لها ماتيوريشن كويس. بعد البيبي ما يتولد هذا الضغط بيقفل لوحده. هذا الضغطس ارتريوزس بيقفل لوحده. اول ما الطفل يصرخ، طبعا لما الطفل بيتولد الدكتور ولما ياخد في ان شاء الله بيحاول يخلي الطفل يعيط، فهو بيصرخ كده يقوم يتنفس، فيتنفس تقوم الضغط مقفول ساعتها. الضغط ليه مفتوح؟ تحت تاثير حاجه اسمها بروستاجلاندين اي 2 واي 2. فازو دايليتر بروستاجلاندين والسلام. معلش انا ضغطت على الصوت، ضغطت على الصوت. فالصوت كده رجع تمام. فالمهم نادرا لما تلاقوا الطفل بعد الولاده يا جماعه الضغط ده لسه مفتوح عنده، فبسميها بيتنت داكتس ارتريوزس. عرفتوا يعني ايه بيتنت داكتس ارتريوزس بقى؟ هو مين المسؤول على ان الضغط ده يبقى بيتنت؟ الفازو دايليتور بروستاجلاندين. بروستاجلاندين قال لك بين قوسين اي 2 اي 2 ار ريسبونسبل فور بيتنس اوف داكتس ارتريوزس ديورنج انترايوتراين لايف. حلو صح. طب ما تيجي نضرب البروستاجلاندين. قال لك اضربها ازاي؟ قال لك انهبت الكوكس. انهبت الكوكس بايه؟ قال لك ينفع اديله اسبرين. تمام. اخر نقطه فيليوزس ار معاك ال ان بي كرونيك يوز اسبرين هاز بين فاوند تو ديكريز انسيدنس اوف بري اكلامسيا اند كولوريكتال كانسر. ال ان بي يا جماعه ان بي، معلش انا طولت شويه في المحاضره النهارده. في بعض الكتب بتقول لك ان الاسبرين بيستخدم
في الوقايه من الكولوريكتال كانسر والبري اكلامسيا. كلمه بري اكلامسيا يعني ايه؟ اكيد ما فاتتش عليكم، تسمم الحمل. تاخدوها ان شاء الله في الاوبيجاينا. في نوع من الامراض بتيجي للست البريجننت اسمها بري اكلامسيا اند اكلامسيا، تسمم الحمل، حاله خطيره جدا. كويس، فوجد بالصدفه ان الستات اللي بيستخدموا اسبرين لفترات طويله فرصه البري اكلامسيا اللي عندهم. فبعض الكتب بتحط دي في اليوز، بس انا معترض على كده. يعني مش لازم وغير منطقي ان انا ادي لكل البشر اسبرين. هيقول لك ليه انت بتدي للشعب كله اسبرين ليه؟ اقول لك لا، علشان احميهم من كولوريكتال كانسر. طيب سبحان الله، هي الناس كلها بيجي لها كولوريكتال كانسر والعياذ بالله؟ لا طبعا. طب هي كل الستات البريجننت بيجي لهم اكلامسيا وبري اكلامسيا؟ لا طبعا. فانا قصدت احطها في ان بي ملحوظه. يعني اخر نقطه بقى نمره 7، سلسليك اسيد مش ولاده، مش الاسيتال سلسليك اسيد، مش الصوديوم سلسليت، بيستخدم توبكلي تو كريت كورنس وورتس اند كالو. كورن والوورتس اللي هم عين السمكه، دي فايرال انفكشن بتيجي في الرجلين. في انهي مكان في الرجلين؟ في السول اوف ذا فوت. عارفين يعني ايه سول اوف ذا فوت؟ ارضيه القدم، الارضيه القدم اللي احنا واحنا واقفين بنبقى دايسين عليها دي. المكان ده في الجلد، في السول اوف ذا فوت، يبدا يجي فايرال انفكشن يسوي حاجه اسمها وورت. ماشي، ممكن ندي للعيان سلسلك اسيد توبكلي. كان في حد زملاء، انا كده خلصت، بس هقول ان بي، اعيد النقطه نمره 6 تاني. ماشي شباب، ماشي ماشي. تعالوا بقى نمره 6، فيها كلمتين الاول عاوزكم تفهموا علشان اخلص من نمره 6 صح. في كلمتين دوروا عليهم اسمهم داكتس ارتريوزا، شفتيها؟ داكتس ارتريوزا، مشي لسانك وانت قاعده في البيت، داكتس ارتريوزا، انطقيها طيب بصوت عالي كده، داكتس ارتريوزا، داكتس ارتريوزا. ده بلاد فيزل موجود بين ايه وبين ايه؟ موجود بين الاورطه والبلمونري ارتري. يعني موجود عندنا دلوقتي حالا؟ اقول لك لا، امال موجود في مين؟ موجود عندنا في الانتراتوراين لايف، موجود عند الاطفال كلهم طول ما هم جوه بطن امهم في الانتراتوراين لايف. اقري اللي بين قوسين، مين مسؤول على ان الضغط ده يفضل مفتوح؟ قال لك بروستاجلاندين اي 2 واي 2 ار ريسبونسبل فور بيتنسي. بيتنسي يعني يفضل مفتوح. اوتاس ارتريوزس فين؟ في الانتراتوراين لايف. جميل. طب بعد الولاده، اول ما الطفل يتولد الدكتس ارتريوزس بيتقفل اوتوماتيك لوحده، فضل من ربنا. نادرا يا شباب ما نلاقي اطفال عندهم بيتنت دكتس ارتريوزس. هتقولي بنعرفها ازاي؟ هقول لك في الجراحه بقى، ولسه في الاطفال اسمعوا الكلام ده تاني، بيتريك يعني. قال لك بنعرفه ان الطفل حديث الولاده دخل منه في ساينوزيس. طفل حديث الولاده لسه مولود اهو، قالوش يومين والاقي جسمه كده بلوش ان كلر، دخل منه في ساينوزيس. فخلاص الدكاتره بتبدا تورق اتنشن على طول، لازم في حاجه بتسبب ساينوزيس، وهتعرفوها في الجراحات بعد كده ان شاء الله. ثلاث اربع اسباب من ضمنهم انه يفضل بيتنت، ان المفروض بمجرد الولاده الدكتس ارتريوزس بيتقفل. طب افرض فضل بيتنت عاوز اجفله، قال لك اديله نون سترويدال، هتنهبت السايكل اوكسجينيز، هتضرب بروستاجلاندين اي 2 اي 2 صح كده؟ يبقى بتستخدم في علاج البيتنت الدكتس ارتريوزس. ربنا كريم ان انا ممكن ادي نعطي للطفل، ايوه يا رهف، بدل الطفل نون سترويدال يا بنتي مش لامه. هو طالما الطفل اتولد علاقته بامه خلصت، مش هدي لامه، انا بدل الطفل نفسه. هتقولي طيب يعني في فرصه ان الدكتس ارتريوزس ده البيتنت ده يتقفل؟
السايد افكت غيباء بتسأل، هي سنجل دوز، سنجل دوز وخلص الكلام، بتقفل على طول. السؤال بقى، انا مش هفضل اديه اسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا سنة، لا 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 لا، سنجل دوز القصة خلصت. لا يا مرام، مش خطيرة على الأطفال. انا قلت سنجل دوز كويس، يعني سايد افكت للحامل. هو طبعا النانو ستيرويد الممنوع ده في اخر التاسع يا شباب، في اخر الشهر التاسع ممنوع، لكن الطفل بمجرد ما يتولد ولسه الدكتس ارتريوزس عنده بيتنت يعني مفتوح، بنديله سنجل دوز وغالبا الدكتس هيقفل. السؤال اللي انا منتظره منكم، طب افرض الدكتس ارتريوزس ما قفلش، اديته سنجل دوز اسبرين او اندوميساسين والدكتس ارتريوزس ستيل مفتوح، الاجابه جراحه. الاجابه هندخل الطفل عمليه جراحه، وبيفتحوا بقى وبيدخلوا على الدكتس ارتريوزس وبيقفلوا بيربطوه. المهم احنا في صفحه كام يا شباب؟ انا خلصت صفحه 7، انا وقفت كده بس عاوز اجاوب على حد من الزملاء مش فاكر الاسم. حاضر حاضر يا هديل. اوكي. كان في حد من الزملاء بيسالني ليه الاسبرين والنانو سترويدال عموما، بس هو الاسبرين اكتر ممنوع اديك انتي بايوريتك في حد اقل من 18 سنه، صح كده؟ السؤال ده السائل، اقرا معايا كده في السايد افكت، اول سايد افكت عندكم الاسبرين بيساوي ريس سندروم. يعني ايه ريس سندروم ده يا شباب؟ حاضر ان شاء الله يا مرام، ابعت لكم. حاضر. يعني ايه ريس سندروم؟ وجد ان لما بستخدم الاسبرين في اطفال او ناس اقل من 18 سنه ويطلع عندهم فايرال انفكشن، اكزامبل انفلونزا او تشيكن بوكس فايروس، وجد ان الناس دول بيدخلوا في بروجريسيف ليفر دامج وبروجريسيف برين دامج، والكونديشن دي فيتال. اللي اكتشف الظاهره دي دكتور اسمه ريز، وقام مسميها باسمه ريز سندروم. فدايما يا شباب اي حد، وفي الظروف اللي احنا فيها ظروف الفيرال انفكشن، وان شاء الله يعني ربنا يرفع البلاء والابتلاء عننا ان شاء الله ويحفظنا جميعا يا رب، دايما في الفيرال انفكشن ابعدي عن النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري انتي بايريتك، ابعدي عن النون ستيرويدال كانتي بايريتك كانالجيزك في الفيرال انفكشن. هتقولي لي طيب هنتصرف ازاي؟ اقول لك هنتصرف ازاي، هنقولها في المحاضره الجايه ان شاء الله. اتمنى اكون حققت لك اي فايده. ان شاء الله بكره هنعمل ريفيجن بسرعه على الكلام اللي احنا قلناه، واكون حاولت انزل البتاع لكل الاطفال ولا اللي عندهم فايرال. سؤال جميل، يعني واحد اقل من 18 سنه وعنده فيفر، عنده فيفر كويس، اديله اسبرين او كده؟ قال لك بصي بقى، معظم الاطباء صغيرين والله احيانا الكبار ما بيعرفوش لما يبقى جاي له عيان فيفرش في اول الحاله، ها في اول الحاله ما بيبقاش عارف دي فيرال ولا بكتيريال انفكشن، هو بيتعامل مع الفيفر انها بكتيريا ويفضل يدي انتي بايوتيك كويس، ويلاقي العيان ما بيتحسنش، فبعد شويه يقول لك لا ده العيان ما بيتحسنش، لا ده دي بقى فيرال. في الظروف دي بيكون اداله انتي بايوتيك اسبرين. لو هو عنده تشيكن بوكس او انفلونزا فيروس، هوب دخل في بروجريسيف سي ان اس دامج، بروجريسيف ليفر انجري، العيان مات. فعلشان كده ممنوع اي واحد عنده فيفر وانا مش قادر اشخص دي الفيفر دي بكتيريال ولا فانجل ولا سوري ولا فيرال، قال لك لا ابعدي عن الاسبرين، وانا بقول لك ابعد عن العيله كلها. قلت ان انا سترويدال انتي انفلاماتوري، هتقولي طيب طب ايه الحل؟ هقول لك الحل ان شاء الله اقوله لك بكره في المحاضره الجايه ان كان في العمر بقيه ان شاء الله. احنا كده خلصنا
تاخدوا بريك 3 دقايق 5 دقايق شباب الله يكرمكم، ولو ما عندكوش حاجه ولا انتوا هيبقى عندكم. طيب تهجموا بقى على الكلام ده النهارده وهو سخن كده وهو فريش، تذاكروه ان شاء الله. اشوفكم بكره ان شاء الله لو كان في عمر. يلا السلام عليكم.